ارتداء قميص مارسيليا كان حلم عظيم بالنسبة ليا، وحمل الرقم 11 اللي طالما لبسه إيريك كانتونا واحتفل بيه وسط جمهور فريق طفولتي كان أروع حاجة ممكن تحصل. ومن حسن حظي لما تمت الصفقة كانت الأضواء كلها مسلطة على نجم تاني وصل قبلي بأيام للفريق، أحمد حسام ميدو. انضم مقابل 12 مليون يورو خلته محط اهتمام الجميع. الوضع العام كان مريح لأنه أزاح الضغط من عليا، بس في المقابل خلانا أفكر، هل حلاقي نفسي مكان في التشكيل الأساسي؟ أنا مجرد لاعب جاي من فريق جانجون اللي في مدينة تعدادها 8000 نسمة، وانضميت لفريق ملعبه بيتسع ل60,000 متفرج. البداية كانت على أسوأ ما يكون، في الإعداد أنا الأسوأ، نجري فالكل يسبقني، ومن كتر التعب أسمع نبضات قلبي العالية. حاجة واحدة أنقذتني، وهي اللي دايماً كانت بتنقذني، ثقة زمايلي فيا. في مارسيليا كانوا أسرتي فعلاً، لما حسوا بحالتي أوقفوا المران. لقيت جوني إيكر مدافع الفريق بيقول لي: ديديه، خد انت مجموعة الجري، في أي فريق تاني ده مستحيل يحصل، لو اتأخرت عن الركبة هيسيبوك ورا، لو غرقت محدش هيساعدك على البقاء. لكن في مارسيليا وبعد البداية السيئة لقيت نفسي أساسي، عرفت إن الجميع بيثق فيا، وعشان كده كنت سعيد لدرجة خلتني أسجل مرة والتانية وأجيب لفريقي انتصارات مستحيلة. كنت في حلم، أنا واقف جنبي راؤول جونزاليس ولويس فيجو ورونالدو وزيدان وديفيد بيكام وبسمع نشيد الأبطال. فكرت في كام مرة اتفرجت على النجوم دول في بيتي، والنهاردة أنا بينهم بسمع معاهم نشيدنا المفضل، وفي قلب سانتياغو برنابيو أخيرا حققت حلمي. أنا ديديه دروكبا، ودي الحلقة التانية من مسيرتي، ولو هختار ليها عنوان فهو الالتزام. لولا الالتزام ما كنتوش اهتميتوا تسمعوا قصتي النهاردة، ما كنتش تخطيت تخلي باريس سان جيرمان عني وأنا عمري 19 سنة. هحكي لكم إزاي ده حصل. بعد يومين من اجتماعي الفاشل مع سان جيرمان جالي مكالمة من واحد اسمه مارك ويسترلو، مسؤول في فريق اسمه لوما. لا عمري سمعت عن الراجل ولا عن الفريق. اسم لوما مشهور في فرنسا بسبب سباق السيارات، لكن المدينة دي عندها فريق كرة أصلا؟ ويسترلو قال لي: دروكبا، شايفين فيك مهاجم بإمكانيات شبه اللي بندور عليها، هل أنت مهتم؟ ما كنتش متحمس الحقيقة، بس ما كانش عندي أي خيار تاني عشان أبقى لاعب محترف. في الاجتماع عرضوا عليا نفس الراتب والعرض بتاع باريس سان جيرمان، لكن الأحزام الأديدس المرة دي. كل حاجة كانت رائعة باستثناء حاجة واحدة، أنا لاعب عمره 19 سنة ولسه هبدأ مسيرتي مع أكاديمية فريق في الدرجة الثانية الفرنسية، مش حتى الفريق الأول. هناك قابلت ألان باسكالو، مدرب لياقة بدنية هاوي، سبق واتقابلنا لما اختارني معاه في فريق القطاعات، لكن والدي رفض وقتها بسبب درجاتي السيئة دراسياً. عشان كده أول لما شافني قال لي: بالمناسبة أنت فاشل دراسياً، عشان كده ياريت ما تبقاش فاشل هنا كمان. كانت تدريبات الفريق قاسية جداً، لكن مش دي المشكلة، المشكلة إني مش متعود على نظام التدريب اليومي، وده عرضني لإصابات كتيرة، لحد ما وصلت للحظة الأصعب، إصابة قوية هتستوجب تدخل جراحي. كنت ببكي وأنا بتشال على إيد رجال الإسعاف لبرا الملعب، ببكي لإني حاسس إني مش هقدر أرجع هنا تاني. عقدي لمدة موسم واحد، وده معناه حاجة واحدة، هنجدد ليه عقد لاعب بيتصاب كل ما ينزل يلعب؟ ده اللي كنت بفكر فيه واللي خلاني أبكي لساعات. أقعد في بيتي وأتفرج على تيري ونري في التلفزيون بيحتفل بكأس العالم مع فرنسا، وأنا قاعد في بيتي باكل بيتزا. ولما وصلنا خطاب من النادي كنت مدرك إنها لحظة الحقيقة، وغالبا كمان هتكون لحظة النهاية، لكن في الحقيقة هي ما كانتش كده، هي كانت البداية. النادي جدد عقدي، في الوقت ده أخدت أهم قرار في حياتي، التعاقد مع وكيل لاعبين جيد، وما كانش جيد بس، لأ هو كان بين الأشهر في العالم، بابي ديوف. ضيوف كان من أهم الناس في حياتي، أحكي له مشاكلي مع نادي وأقول له أني عايز أمشي فيرد عليا في هدوء، وبعدها لما بتطلب الرحيل بتقل قيمتك في السوق، ولما أنت اللي بتسعى ورا الأندية بيقل رزقك، وبعدين أنت فاكر أنك مش هتلاقي مشاكل برضو في فريقك التاني. كلام وكيلي كان سبب نضجي السريع. في الدرجة التانية كان الوضع صعب جدا في فرنسا، لعب خشن والتكيف معاه صعب جدا، لكن تأقلمت وبدأت أسجل الأهداف. كل حاجة كانت رائعة لحد ما رحل ويسترلو، وجي بعده تيري جودي. في اول يوم قال لي: انت بقى دروكبا اللي بيقولوا عليه، وعشان يبقى الوضع اصعب تعاقد الفريق مع مهاجم جديد اسمه دانيال كوزين. وزي ما توقعت فمهما عملت كان كوزين هو المهاجم الاساسي، لحد ما جه يوم عمري ما نسيته في حياتي. المدرب اعلن القائمه ولقيت اسمي براها تماما، بكيت بشده لدرجه ان زمايلي حاولوا تهدئتي بمن فيهم كوزين نفسه. في نفس اليوم
كنت مدعو لحفل شهير في فرنسا لأوسكار كرة القدم. هناك قابلت مهاجم سابق في لومان اسمه رينولد ري. سألني عن حالي فجاوبته في أسوأ حال وحكيت له. رينولد قال لي طيب أنا هديك نصيحة ونتقابل تاني بعد 6 شهور. عايزك تخلي حياة مدربك جحيم. غير أسلوبك، ما تسهرش مع زمايلك، وما تاكلش غير أكل سليم، اتدرب زيادة وتعلم اللي ناقصك، وما تسألش عن سبب عدم مشاركتك، خليه حس إن عدم مشاركتك بعد كل ده تقصير منه هو. نصيحة رينولد خلتني إنسان تاني. دخلت اهتمام المدرب أخيرا، وإن كنت ما بلعبش غير ربع ساعة كل ماتش بس بنزل باكل المنافسين، واستمريت على الوضع ده لحد ما وصلني عرض في يناير من جانجون. الانتقال لجانجون كمان ما كانش سهل إطلاقا، بس بقية القصة هيكون في الحلقة الجاية.